هاي تعتبر التريدميل من أشهر الآلات الرياضية بالعالم والأكثر وجوداً بالبيوت. تاريخ المكنة الرياضية بدأ بالسجون الإنجليزية على إيد المهندس سير ويليام كيوبيت سنة 1818، وكان الهدف منها توليد الطاقة لطحن القمح والحبوب. وتم وضع الآلة بسجن بريكستون واستعمالها لمعاقبة السجناء رجال ونساء، بس كان في آلة خاصة بكل جنس لمنع التداخل بيناتهم. اليوم تعتبر الآلة من أهم وسائل التمرين لخسارة الوزن، وبالوقت يلي إيجابيات الركض بالخارج كثيرة، منها تنشؤ الهواء النظيف والتنقل بالطبيعة، تعتبر التريدميل عملية أكثر لأنه استعمالها مش مرتبط بحال الطقس، ولأنها بتوفر وقت كونها بتطرح إمكانية مشاهدة التيفي أو التواجد مع أفراد العائلة، عدا عن إمكانية تعديل السرعة والانحدار، وغير أنه قسم كبير من الناس بيستعملها لنشر الغسيل. مين قال أنه الأمريكيين بيصرفوا أكثر من $2 مليار بالسنة لشراء التريدميلز؟ أنا قال بشوفكم بكره.